إذن على إثر الهزة الأرضية ليوم 8 تنبير 2023 اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان العودة السريعة لفصول الدراسة بعد الإجراء التوقيف المؤقت للدراسة في المؤسسات المتضررة ضمانا للسلامة العامة. وعليه فقد شكلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من اللجان المكونة من أطر هندسية وأطر تقنية وطنية وجهوية وإقليمية عملت على تنظيم زيارة ميدانية لجميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك قصد تحديد درجة الضرر وطبيعة التدخل. أسفرت هذه العملية في مرحلة أولية على تسجيل رقم 242 مؤسسة تعليمية متضررة، من بينها 33 مؤسسة تعليمية في وضعية انهيار تام. وعليه كان الهاجس هو عودة التلميذات والتلاميذ للفصول الدراسية، وذلك من أجل تأمين زمن دراسي وزمن تعلمات، ومن أجل ذلك تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للعودة السريعة لفصول الدراسة. من بين هذه الصيغة تم اعتماد صيغة تحويل مجموعة من التلميذات والتلاميذ سواء من قسم إلى قسم آخر داخل المؤسسة التعليمية التي عرفت بعض الأضرار والشقوق الطفيفة في بعض الأقسام التي تم إغلاقها إلى حين إصلاحها، كما تم اعتماد كذلك صيغة تحويل التلميذات والتلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى داخل الإقليم، ومن مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية خارج الإقليم، مثل ما كان الشأن وتتبعناه جميعا يوم أمس في صيغة تحويل التلميذات والتلاميذ إلى وجهة مدينة مراكش، والتي استهدفت استفادة 6000 تلميذ وتلميذة من هذه العملية. تم بداية عملية تحويلهم إلى المؤسسات التعليمية المستقبلة بمدينة مراكش، حيث سيستفيدون من منحة كاملة بمعنى الإطعام والإيواء، بالإضافة إلى الدعم التربوي إضافة إلى التمدرس، وكذلك مختلف تدخلات الدعم الاجتماعي، وكذلك المواكبة النفسية لهؤلاء التلميذات والتلاميذ من طرف أطر اجتماعية مختصة تم تكوينها في هذا الغرض. الصيغة الأخرى هي الصيغة التي نحن الآن بصدد مشاهدتها جميعا. إذا يتم التفكير حاليا في اعتماد وحدات متنقلة عبارة عن مؤسسات تعليمية تتوفر على جميع المرافق الضرورية واللازمة، ولكن بوحدات متنقلة، وكذلك تم اعتماد صيغة الخيام بصفة مؤقتة إلى حين إعادة بناء المؤسسات التعليمية أو اعتماد الوحدات المتنقلة. وقد تم نصب 200 خيمة بالنسبة لإقليم الحوز شملت المؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا والتي استقبلت هذا الصباح تلميذات والتلاميذ ليستأنفوا دراستهم وليعودوا إلى حياتهم المدرسية الطبيعية. وسجلنا جميعا الأجواء السعيدة والبهيجة للتلميذات والتلاميذ وللأطر الإدارية والتربوية، كما سجلنا كذلك ارتياح الآباء والأمهات لهذا الإجراء الذي سيضمن المصلحة التربوية من جهة، وكذلك سيضمن المواكبة النفسية للتلميذات والتلاميذ وإعادة الاطمئنان النفسي إثر تداعيات وآثار الهزة الأرضية من أجل جبر هذا الضرر، استشهادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده في التأكيد على ضرورة تقديم المواكبة والدعم للمتضررين من آثار الهزة الأرضية. لحد الآن لا زلنا نباشر اليوم الأول من استئناف الدراسة في المؤسسات المتضررة كما قلت بعد هذا التوقيف المؤقت، وسنقدم هذه الأرقام يعني في وقت لاحق بعد التأكد من طبيعتها، راجين من الله عز وجل أن السلامة لجميع أطورنا الإدارية والتربوية، وأن لا نكون قد فقدنا أطفالنا وفقدنا أساتذتنا الذين نعتبرهم الرأسمال الحقيقي والثروة الحقيقية لهذا البلد الأمين. سيستفيد التلميذات والتلاميذ كما قلت سابقا من جميع أشكال الدعم الاجتماعي اللازمة، وبالنسبة للكتب واللوازم المدرسية لا تطرح أي إشكال،
ترتبط هذه العملية عند بعض التلميذات والتلاميذ بعدم الالتحاق الذي كان في بداية السنة الدراسية الذي تزامن مع الهزة الأرضية. عدا ذلك فالمبادرة الملكية مليون محفظة تستهدف التلميذات والتلاميذ في المؤسسات التعليمية بشكل يسمح لجميع التلميذات والتلاميذ من التوفر على المحفظة بلوازمها الكافية.